اخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي الجروح الناريه. الجروح الناريه ما تحدث باستخدام سلاح ناري، والاسلحه الناريه نوعين كبار قوي، اسلحه مششخنه واسلحه مصقوله. الاسلحه المششخنه ثلاث انواع. اول حاجه المسدس ابو ساقيه، ده وهو مقفول وده وهو مفتوح، الخزنه بتاعته عباره عن ساقيه، كل ما بضرب طلقه الساقيه دي بتلف وتيجي واحده تانية وتيجي طلقه قدام المصقول. دي بتدي ميزه مهمه جدا جدا للجاني. ايه هي بقى؟ ان الظرف الفارغ ما بيقعش في مسرح الجريمه. طب وايه الفايده من كده؟ انا عشان احدد ذاتيه السلاح المستخدم محتاج حاجه من اتنين، يا ظرف فارغ يا مقذوف. ماشي؟ طب افرض المقذوف دخل وخرج من القصه وما لقيتوش في المسرح، وافرض الراجل كان بيستخدم مسدس ابو ساقيه والظرف جوه المسدس، هقدر احدد السلاح المستخدم؟ مش هقدر. مش هقدر من خلال فتحه الدخول اقول فتحه السلاح المستخدم ده كان عياره ايه؟ ابدا ما اقدرش. ولا اقدر احلف بالله ان السلاح ده هو، زي ما احنا قلنا يا جماعه كل واحد فينا لينا بصمه في الدي ان ايه، برضه كل سلاح ليه بصمه. مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمه. مفيش سلاحين على وجه الارض بيدوا نفس البصمه. هنقولها ليه دلوقتي؟ ده تاني انواع الاسلحه المششخنه اللي هي الطبنجات. الخزنه بتاعتي عباره عن مشط طلقات، كل ما بضرب طلقه الظرف الفارغ بيقع متر على يمين الضارب. خلي بالك عشان لما تقرا معاينه، لما تقرا معاينه تعرف الجاني كان واقف فين. يبقى الظرف الفارغ بيقع في الظرف بتاع الاسلحه القصيره بيقع متر على يمين الضارب. ماشي؟ بس الكلام ده فين؟ على الارض الرمليه والارض الزراعيه والاسفلت، لكن على السيراميك هيمشي اكتر، على الرخام هيمشي اكتر عشان الارض دي بتسمح له ان هو يجري. طيب تالت انواع الاسلحه المششخنه البنادق، ومنها البندقيه الالي 762 في 39 بترمي الظرف الفارغ بتاعها متر ونص على يمين الضارب. متر ونص على يمين الضارب. يبقى انت لما تقرا معاينه عايز تعرف المسافه بين الضارب والمضروب كانت قد ايه، تشوف الظابط في المعاينه بتاعته كاتب الظرف كان على بعد قد ايه من الجثمان. يعني الظرف لو موجود هنا، انا لو كان ظرف قصير انا اجي على اخليه هو على يميني متر واجي انا على شماله هنا وابص في اتجاه الجثمان، يبقى ده الموضع اللي كان واقف فيه الجاني. واضحه دي؟ نعم. لا السرعة، لا السرعة، أجيب المسافة، المسافة مش السرعة. مظبوط. بيرمي الظرف الفارغ بيقع على يمين الضارب. نعم؟ أنا ماليش دعوة باليد. أنا ليا فتحة البندقية وفتحة الطبنجة منين؟ الفتحة بتبقى على يمين السلاح، الأسلحة كلها الموجودة في مصر فتحة السلاح على يمين السلاح. إنما في بعض الأسلحة في الدول الأوروبية الفتحة على الشمال، يبقى يرمي على الشمال. ماشي؟ ملهاش علاقة هو أيمن ولا أيسر، هو أيسر بس بيضرب كده. الفتحة فين؟ هترمي كده. معايا؟ طيب يعني ايه ششخان؟ يعني ايه اسلحه مششخنه؟ يعني فيها حفر شبه دائري وشبه حلزوني داخل الماسوره. طب ده بيدي الميزه في ايه في السلاح؟ بدل ما المخزوف هيمشي خط مستقيم هيلف جوه الماسوره، فبدل مثلا ما يمشي 50 سم هيمشي 60 سم في حيز ضيق، يقوم يخرج بسرعه اعلى، يقوم يقاوم تيارات الهواء اللي بتقابله، ويقاوم الجاذبيه الارضيه اللي عماله تشده لتحت، ويبقى في ثبات حوالين محوره، وبالتالي يحدث اصابات اكثر جسامه من السلاح غير المششخ. مصقول، غير مششخ يساوي مصقول. كل ماسوره سلاح
بتسيب البصمه بتاعتها فين؟ على المقذوف اهي اللي هي بتبقى الشوشخان ده. طيب ليه مفيش سلاح زي التاني؟ لو خارجين من نفس التشغيله من نفس المصنع في نفس اليوم كل سلاح مختلف عن التاني ليه؟ لانه مفيش حديد نقي 100%. كل حديد، انتوا لما كنتوا بتدرسوا في اعدادي لو فاكرين حديد الصلب والمطاوع والكلام ده، حد فاكر حاجه؟ فاكرين؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي حديد فيه شوائب مش كده يا فندم؟ الحديد اللي فيه شوائب ده الوقت الحفر بتاع الماسوره بيبقى بالليزر، الحفر بتاع الماسوره بالليزر. الشوائب شعاع الليزر اللي بيحفر ماسوره مصمم انه يمشي في الحديد وما يمشيش في الشوائب. فالشوائب في الماسوره دي ممكن تلاقيها في اول 5 سم، الماسوره الثانيه في اول 7، مفيش ماسوره زي الثانيه. فلذلك نعم فهمت؟ وبالتالي مفيش سلاح هيسيب اثر زي التاني. ولذلك حضرتك لو لقيت ان وكيل النيابه لما عرض السلاح على الطب الشرعي او الادله الجنائيه لما طلب فحص المقذوف المستقر كتب طلب من الطبيب الشرعي، في طلبين، يا اما واحد بيقول بيان ما اذا كان السلاح اطلق من مثل هذا السلاح من عدمه، فانا ما بعملش تجربه مقارنه. لو قال لي من مثل هقول له دي 7.62 ودي 7.62 يبقى اطلق من مثل هذا السلاح. انما لو قال لي اطلق من ذات السلاح من عدمه لازم اعمل تجربه اطلاق. ماشي؟ فلو حضرتك لقيت ان مفيش تجربه اطلاق اتعملت اطلب من المحكمه ان هي تعمل تجربه مقارنه. ترجع السلاح للادله او للطب الشرعي، احنا بنعمل والادله بتعمل، ان هو يتاكد انه ايه، ان السلاح هو ده اللي استخدم في الجريمه. حتى لو عدت فتره مثلا من تاريخ تحديد مهما كان، لو عدى ما رحنا محكمه الجنايات بعد سنه ولا اثنين ولا ثلاثه، ولو 10 سنين لو 20 سنه، ماشي ماشي، التغيرات اللي على المقذوف نتيجه الشوشخان بتاع الماسوره، والتغيرات اللي على الظرف الفارغ نتيجة إبرة ضرب النار، ونتيجة الساحب، ونتيجة القاصف، ونتيجة كتلة الأجزاء، كلها هتفضل ثابتة إلى ما شاء الله. ماشي؟ الإيه؟ المقروطة. آه مالها؟ نفس الإيه؟ طب اكتب لي السؤال في ورقة بعد إذنك. ماشي؟ طبعا دي المسافات، سرعة المقذوف، مدى وصوله، مدى المؤثر. ماشي؟ يعني البنادق الآلي بتوصل لغاية حوالي 3 كيلو، الطلقة بتاعتها المقذوف بتاعها يمشي 3 كيلو. لكن المدى المؤثر اللي هو المحيط حوالي 450 متر. نيجي للبنادق المصقولة. اللي هي الخرطوش. يا اما بماسوره واحده او اثنين او ماسورتين جنب بعض، اللي هي بيسموها بروحين، او ماسورتين فوق بعض، او في منها البنادق اللي هي بتاعت الامن المركزي اللي هي 5 طلقات 7 طلقات 9 طلقات. دي الطلقات، اي طلقه في الدنيا بس نحاول بقدر الامكان ناخد الاصابات اكتر من الوصف عشان الناس بدات عايزه تمشي. هناخد وصف الاصابات. طبعا خرطوش يا جماعه انواع. الخرطوش الخفيف ده اللي هو الطلقه بيبقى فيها من 250 ل 420 رشايه. الخرطوش التقيل اللي هو بيسموها الباك شوت، الطلقه بيبقى فيها 9 خرطوشات. دي اول مره نشوفها في احداث محمد محمود الاولى. اول مره نشوفها في مصر الطلقات دي اللي هي الخرطوش التقيل. شفنا ناس من المتظاهرين مقتولين بيه، وشوفنا ناس من الشرطه مصابين بيها.
نفس السلاح ده ماشي. فلأول مرة نشوفها في أحداث محمد محمود الأولى، واستمرت بقى بعد كده طوال أحداث الصلاة. لو أنت بتبص على واحد بيضرب نار هتشوف الضوء قبل ما تسمع الصوت. ليه؟ سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية، بينما سرعة الصوت 340 متر. يعني حضرتك كده الموبايل وقاعد جنبك بالليل كده وانت قاعد في مكان مظلم تلاقيه بينور الاول وبعدين تسمعه بيرندل، عشان سرعه الضوء اعلى من سرعه الصوت. نفس البرق والرعد اللي بيحصلوا في نفس التوقيت، بتشوف البرق الاول وبعدين تسمع ايه؟ صوت الرعد.